مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم السبت 26 آب أغسطس؟ اليوم القمر مرافقنا من برج القوس فقط حتى الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي، بينتقل من بعدها لبرج الجدي. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية، قبل الظهر القمر بيكون ببرج الجدي، يونيفرسال تايم بيكون القمر ببرج الجدي ابتداء من الساعة 1 الظهر. كيف بده يكون نهارنا المقسوم إلى قسمين؟ البداية مع برج الحمل يلي لازم يحسنوا حالهم وأوضاعهم ويشهلوا بعملهم. يوم ويك اند رح يبلش القمر ببرج الجدي باعلى نقطه عندكم بالدائره الفلكيه ابتداء الساعه 4 بعد الظهر توقيت بيروت. لكن قبل القمر ببرج القوس رح بيساعدكم بشكل ممتاز وما رح تتشكوا من اي شيء بتاتا. الاجواء حلوه كثير، لكن مواليد 15 16 نيسان ابريل يضلون شوي على درايه من امورهم بشكل اوضح. بنروح لبرج الثور يلي رح يتغير جوه بشكل ممتاز ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت. بتعلى العلامة تنقول من 6 على 10 إلى 9.5 على 10. الأجواء بتصير ولا أروع من هيك، الأجواء ممتازة، فرحة كبيرة. على الأقل عم بحكي عن نوعية الوقت، أنتم بتقدروا تفسروها على ذوقكم. فمواليد برج الثور حضروا حالكم لتغيير في الأجواء، الجو الفلكي رح يتغير 100%، بصير الجو مؤاتي للمصالحات للتعارف. نوعية الوقت حلوة، يلي حابب ياخذ مبادرة، اللي حابب يكون جريء شوي الوقت بيساعده. ابتداء من الساعة 4 وبيمتد هذا الجو الحلو حتى يوم الأحد، كل يوم الأحد. يلي بحب يعرف الأحوال الفلكية قبل بوقت بيقدروا يدخلوا على تشانل عندي ويسمعوا أبراجهم الأسبوعية، بتعطيهم كل يوم بيومه كيف بده يكون، وهيك بتحضروا أشغالكم ومواعيدكم قبل بوقت. الأكثر حظا كلكم رح بتكونوا محظوظين بشكل خاص مواليد نيسان أبريل 5-6 أيار مايو. بنروح لبرج الجوزاء، رح يرتاح مولود برج الجوزاء بعد الظهر لما القمر بيترك برج القوس وبيروح إلى برج الجدي. بترتاحوا من المعاكسات، بتخف شوي. صحيح في مثلث فلكي ترابي، لكن هذا المثلث رح يكسر الانزعاج، الاستياء، الشعور بالإحباط، كل هالشعور بالتعب نوعا ما رح ينكسر. لكن ما معناتها انه وصلتوا على الشط الآمن، بالعكس تماما. مطلوب منكم عندئذ تحديث الأمور، تطوير الأمور وتلطيف الأجواء، سارعوا إلى تلطيف الأجواء. بنروح لبرج السرطان، مواليد برج السرطان الجو اليوم عاشق بعاشق. لا خوف على مواليد برج السرطان، اجمالا عطلة الاسبوع هن بيحبوها لانه بيرتاحوا وما عندهم اي مشكل اصلا لما القصص العائلية بتكون هي شغلهم الشاغل. المهم مواليد برج السرطان حضروا حالكم في تغييرات كتير كبيرة مقبلة عند مواليد برج السرطان. القمر بيروح لبرج الجدي وبتتغير الظروف وبصير في نوع من جو مربك. هلا عم بحكي جو مربك عند الأشخاص اللي عندهم فعلا إرباكات، لكن بصير جو مهم، لقاء، حدث كتير مهم لمواليد برج السرطان اللي محضرين حالهم القوية الواعيين على أمورهم. احتمال يكون في عندهم نجاح بمكالمات، بمفاوضات، بمصالحات معينة. ليش؟ لأنه الشمس هي اللي دعمتكم من برج العذراء. بنروح لبرج الاسد، مواليد برج الاسد بعتبر هذا اليوم جيد، بدايته حلوه. حتى لما بينتقل القمر لبرج الجدي بضلكم اقوياء، لكن رح يزداد عندكم الشغل ورح يمتد هذا الشغل كل عطله الاسبوع. حضروا حالكم مواليد برج الاسد، بدايه النهار مثل ما قلت لكم بدايه نهار السبت كثير حلوه، فيقوا بكير. نصيحه، خلصوا اهم الاشغال، اهم واصعبها يلي بتعتقدوا انكم انتم نازلين منها مش حابين تدخلوا فيها، وخصصوا بعد الظهر والمساء لامور شوي اسهل. ما تتركوا كرة ثلج تكبر او تحضر او تخلقوها. بنروح لبرج العذراء، مواليد برج العذراء من جو متقلب شوي الى جو في مصالحات وفي تغييرات وفي اهتمامات كتير كبيرة. اجواء رائعة رائعة رائعة، مثلث فلكي من القمر الموجود ببرج الجدي. في عنا مثلث فلكي اخر من بلوتو الموجود ببرج الجدي، في عنا مثلث اخر من الثور، في عنا المشتري وعنا اورانوس. ففي عندكم اربع مثلثات ولا اروع من هيك، بتخلي مواليد برج العذراء ابتداء من الساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت يدخلوا بمرحلة ممتازة. افضل من هيك نوعية وقت ما رح تلاقوا. الاحد انكلودد بهذه الاجواء الممتازة.
كوكب المريخ ما فينا نبعد عنه، ما فينا نهمله. مواليد 2021 22 سبتمبر، كونوا جدا جدا حذرين. جميع موالي برج العذراء محظوظه. بنروح لبرج الميزان، ومع هالمثلث الفلكي الترابي بتدخلوا بمرحله متقلبه شوي مزاجيا، لكن موالي برج الميزان لازم تعرفوا انه انتم عم مفروض تكونوا عم بتحضروا حالكم نفسيا ومعنويا لامور عائليه وامور شخصيه. مواليد برج الميزان هذا الجو متوتر، صح؟ الشمس مش مساعده، القمر بمربع، يلي عنده مشكلة عائلية احتمال انها تتأزم. هلا من الناحية الإيجابية، يلي عنده امور جيدة احتمال انه ينبحث ببعض الامور العائلية والشخصية. في بعض الناس مسافرة بترجع من سفر، عم تحضر لسفر، في بعض القصص، انتبهوا لأولادكم ولصحتكم. بنكمل مع برج العقرب. مواليد برج العقرب بعتبر هذا اليوم يوم حلو، يوم مساعد. القمر الموجود في برج القمر الموجود في برج الجدي بيقوي ذاكرتكم، بيقوي طاقاتكم الفكريه، تستوعبوا الامور بسرعه رهيبه، ما في تاخير، ما في تراجع، ما في انزعاج، بالعكس تماما، كل الامور حلوه ورائعه. فمواليد برج مواليد برج العقرب اليوم بعتبر انه القدرات اللي عندكم اياها لحل حاله الامور، سواء القمر موجود ببرج الجدي، سواء من الشمس الموجوده ببرج الثور، بتخليك موجوده ببرج العذراء، بتخليكم تكونوا من اقوى الاشخاص. حاولوا انه عطله الاسبوع تكون للم الشمل العائلي والعاطفي او الزوجي اذا في حال في مشاكل، فنهار ممتاز. بنروح لبرج القوس. مواليد برج القوس القمر ببرجكم بمطلع هذا اليوم، بنتقل بعدين للبيت الثاني، بتضل الامور حلوه. بعتبر مواليد برج القوس اليوم اقوياء، بعدكم اقوياء، بعدكم اصحاب القرار، بعدكم قادرين انكم تمشوا اموركم بطريقه لبقه وجيده وممتازه. فمواليد برج القوس القرار بايدكم، المفتاح بايدكم، انتم بتقرروا شو بدكم تعملوا. امركم كثير مهم، وضعكم هلا كثير مهم، لانه الشمس موجوده بالبيت العاشر على نقطة بالدائرة الفلكية. فرجاء القرارات بدكم تاخذوها بدها تكون بعيدة النظر، لأنه القصة كتير مهمة. الشمس وجودها ببرج العذراء حتى 22 سبتمبر بتحطكم تحت الأضواء، وفي مجال مرتين يومين بالأسبوع تكون نجمكم فعلا ساطع وقوي جدا، يعني حظكم كتير حلو. تابعوني بالأبراج الأسبوعية لحتى تعرفوا أي يومين هني الأفضل، أو الأبراج الشهرية. المهم اليوم نهار مهم جدا إيجابي للقوس. نكمل مع برج الجدي. فقط ابتداء من لحظة وصول قمر لبرجكم بتغير الحظ لصالحكم، لكن الفرق بين القمر برج القوس والقمر ببرجكم برج الجدي 180 درجة. هون في عنا تنقول 0 على 10، هون بصيروا 10 على 10. فمواليد برج الجدي، أنا محلكم بقعد خلي عيني على ساعة، بقعد بنطر ليوصل القمر لبرج الجدي لحتى بلش صفحة جديدة. أي قرار بتشتغلوا بتعملوه قبل ما يوصل القمر لبرجكم، خاصة بآخر الساعات وآخر الدقائق، نصيحة طولوا بالكم، ما بتحرس الا اذا مسافرين، الا اذا بمرحله انتقاليه عم تضبطوا رايحين على الطريق رايحين، لكن حتى ولو على الطرقات عم تنتقلوا هالمرحله الانتقاليه، تاكدوا من كل شيء لانه كمان معقول يصير فيها شويه فوضى. بنروح لبرج الدلو. مواليد برج الدلو ما تنطروا وصول القمر لبرج الجدي، لانه حظكم رح بيتغير ورح تدخلوا بمرحله من الاحباط او التاخير وشويه بلبلات. بدكم ترجعوا تسمعوني الابراج اليوميه او الاسبوعيه لتعرفوا امتى بيوصل القمر لبرجكم. اذا شهلوا معكم للاربعاء بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي. وجود القمر في برج القوس مساهم في تحسين اوضاعكم بشكل واضح وملموس، ما تتاخروا. بنكمل مع برج الحوت. مواليد برج الحوت نفسيتكم رح ترتاح بشكل واضح او اوضح، بس لما القمر يترك برج القوس، تعبته شيء متعب، بعرف القمر برج القوس وفي عندنا الشمس معاكستكم، مربع ومعاكسه شيء كثير صعب، واضف الى ذلك في عندنا نبتون وفي عندنا زحل ببرجكم سيترو، فهيدا شيء كتير. فحاولوا مواليد برج الحوت طولوا بالكم شوي شوي لساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت، بيصير في شوية انفراج، شوية انفراج، لكن انتو رح تلاقوا الفرق ورح تنبسطوا ورح تفرحوا. كونوا حذرين مواليد شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم.
يلي بانتظاره سنة مهمة جدا، سنة فيها تطورات مفروض تفرحكم هالتطورات وهالتغييرات، ما رح تكونوا إلا مبسوطين، ما رح تكونوا زعلانين بتاتا، بالعكس في فرحة كتير كبيرة بانتظاركم. بعتبر مواليد اليوم نجم عالي، التغييرات اللي عندهم إياها مهمة، في تغييرات يمكن تكون لها دلالة بمسائل عائلية شخصية أو حتى سكنية. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.